إليكسس بيتقدم، قدم يسرى قوية، إليكسس حلوة حلوة. من الملك إلى الإمبراطور، سرور من يدخل في قلبهم السرار. قذيفة وصلاوية عن طريق ماجد، ماجد في المرمى يعلن عن تقدم الوصل بأول أهداف المباراة. قذيفة بالقدم اليمنى، لاعب الملك أصبح إمبراطورا الآن، ويسجل لمصلحة الوصل أول أهدافه وفي هذه المباراة وأول أهداف. ضربة ركنية، خيمينيز بيلعبها عالية وعرضية، محمد الشمسي بقبضة اليد وسط العلوي في مكان خطير، الكرة لازالت قائمة، علي صالح بيلعبها عرضية ولكن ساشا بيخلصها، الكرة لازالت. لم ينتهي الشوط لأن للإمبراطوري كلمة. الوصلاوي بقذيفتين تعلن عن هدفين من خارج منطقة الجزاء، ليتقدم الوصل بالهدف الثاني عن طريق خيمينيز من خارج المنطقة. وفي الثواني الأخيرة جاءت التسديدة الخطيرة لتعلن عن تقدم الوصل بالهدف الثاني بسلاح التسديد. الوصلاوية الليلة هم الجنرز، هم المدفعجية. الوصلاوية بتسديد التنفيذ، ليما بيلعبها عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء أمام المرمى. ليلة القذائف، ليلة الصواريخ، ليلة التسديدات، ليلة الإمبراطور. قذيفة السهم الذهبي علي صالح في المرمى تعلن عن تقدم الوصل بالهدف الثالث. ملت في ريله وملاها في المرمى وأعلن عن الهدف الثالث لمصلحة فريق نادي الوصل. شوف شوف تهادت وصوت كم سرعتها، كم قوتها. السهم الذهبي وضعها في المرمى، هدف ثالث من شأنه أن يحسم الكثير من الأمور. هل تحيي بصيص الأمل أم تقضي على الأمل؟ إنا من المنتظرين. خرابين والسناني، عمر وخالد على تنفيذ ركلة الجزاء. خرابين بيلعبها في المرمى، العنابي يقلص الفارق في الدقيقة 70 بقميص عمر خريبين رقم 70، يسجل الآن للوحدة لتصبح النتيجة 3-1. هدف للوحدة في الدقيقة 70، والوحدة كان بحاجة لجرعة معنوية.